في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم، ويستفاد من هذه اللفظة ومن غيرها من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم، يستفاد منها الرد على من غال في النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه واستغاث به. فمن يقول يا رسول الله داعيا له يرد عليه بما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام محتاج إلى ما عند الله عز وجل، محتاج إلى أن يدعوه، فغيره من باب أولى. ويكون الرد عليهم إذا استغاثوا بغير النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا دعوا غير النبي عليه الصلاة والسلام يكون الرد عليهم أوضح وأصفح. لما؟ لأن هؤلاء المدعوين من الصالحين ليسوا بأرفع درجة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك دعا ربه عز وجل، ويكون من دونه من المدعوين من باب أولى.